جاوبتيني كإطار تنظيمي محض في عالم الإخراج والفن. أنا هضر معايا في واقع المجتمع، مجموعة من الفنانات إكراهات وشتيهم خرجوا في مواقع التواصل الاجتماعي كتقول لك دابا إلا بغيتي تدخل الفيلم خصك تمشي للفراش. هذا كلام ما يشاع وحنا جريئين في الكلام. المجال كتكون ضعيف. هضر مع الناس اللي دايرين دوك السلوكيات، شخصيا أنا لا أعرفهم. كاين اللي كي هو كيبيع راسو، كاين اللي كيتشرى. هاد الاشياء انا كرفضها. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في منطقة دار بوعزة نواحي الدار البيضاء مع ضيف في المنزل ديالو اللي جول المغاربة تعرفوه، دريس الروخ. دريس الروخ مجال ديال الفن وتوسع فيه بشكل كبير لدرجة ولا مخرج ولهم الإبداع ما يكفي. غادي نشوفوا من هو دريس الروخ وكذلك بعض المستجدات في موضوع اللي تتطرح في الرأي العام، غادي نشوفوها مع دريس. دريس، بحكم أنك ولد ميدان، نبدا عليك كيفاش بديتي في المسار ديال الحب ديالك للتمثيل قبل ما توسع لدرجه انك وصلتي الحمد لله في الاخراج. شوف، مساله المسار هو بدا من زمان، من مدينه مكناس ديال جدار بن محمد. بدا وانا في المدارس الابتدائيه والاعداديه الى اخره، المسرح، المشاركات اللي الناس عارفينها عامه. وبعد ذلك بطبيعه الحال كان خاص التوجه يكون الدراسه والبحث، فكان المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط دراسه اللي فيها تلقيت الاصول الحقيقيه للمسرح والتشخيص وتكوينات اخرى. ثم المعهد الوطني للفن الدرامي بباريس، ثم كانت بطبيعه الحال اكثر تخصصا في الاشتغال على الممثل وعلى الشخصيه وعلى النفس وعلى الذات. وبطبيعه الحال هذا واكب ايضا مجموعه من الورشات ومجموعه من اللقاءات والاعمال الكثيره في المسرح التلفزيون والسينما، اشتغال بكثره في اعمال في الاول في المسرح خصوصا بين المغرب وفرنسا ومصر السويد عدد اردن ايطاليا اسبانيا الى غير ذلك. ثم بعد ذلك الاشتغال في السينما العالميه، والسينما العالميه كان لها دور كبير في ان احتك بتجارب الاخر على مستوى التمثيل، على مستوى الاخراج، على مستوى الانتاج، على مستوى الكتابه الى غير ذلك. ثم بعد ذلك كان ضروريا ان اشتغل في ظروف مهنيه اخرى احترافيه خصوصا في الوسط ديالنا المغربي. وجاءت الفرصه ان اشتغلت في مجموعه من الاعمال التلفزيونيه والسينمائيه. ثم بعد ذلك فكرت في 2006 ان نشتغل في السينما كمخرج بتصوير افلام قصيره. كانت قبلها بطبيعه الحال اشتغال كمساعد مخرج في المحافظه الى اخر ذلك، لانك كنت تكوينات مختلفه في مراحل. وهذا اللي خلى بعد انني اشتغلت في اعمال تلفزيونيه، اخرجت اعمال كثيره جدا في التلفزيون وفي السينما، وأتنوع ما بين هذا وهذا، لأنه فعلا الحب الأول والأخير وعملي الأول والأخير هو السينما والتلفزيون هو المسرح. غادي ندخل معك مجموعة من النقاط في الموضوع، بحكم أنك مخرج وملم وضع السينما في المغرب، وكذلك اللي زاد صعب الأمور في ظل الوباء ديال كورونا، إشكاليات كبرى في المجال. كيفاش كتشوف الأمور؟ واش حنا غادي في تطور ولا أمور ليست على ما يرام؟ لا، المغرب شوف الحمد لله على مستويات عده، بدا غادي حنا غادي ما نقولوش خصنا نكونوا ايجابيين، المهم اننا نكون ايجابيين، لان الايجابيه راه مهمه جدا، ما نبقاوش نفكروا غير في السلبيات، باسكو السلبيات تتنقص من 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 الطاقه ومن من من, من الشعله ديالك. خصنا نكونوا ايجابيين ونفتحوا المجال ونفتحوا الابواب ديالنا للشمس باش تدخل، ما نخليوش الابواب ديالنا مغلقه. المغرب الحمد لله الان اصبح عنده تراكم، عنده تكوينات، عنده معاهد، عنده انتاجيه، عنده مجموعه اشياء اللي هي مهمه جدا في خلق واحد السوق
مصغره، مازال ما عندنا سوق كبيره، ولكن كاينه عندنا انتاج، عندنا انتاج تنتجوا في المغرب اكثر من 20 فيلم سنويا، اللي كانت في واحد الوقت تنتجوا فيلم او فيلمين. عندنا تراكم، عندنا انواع واجناس سينمائيه الان، عندنا مخرجين، عندنا مؤلفين، عندنا ممثلين، عندنا تقنيين. اللي ناقص هو مجموعه الاشياء اللي غادي نذكروا منها ما يلي قبل ما نهضوا على وباء كورونا. اللي ناقص هو ما عندناش قاعات سينمائيه، خصنا قاعات سينمائيه وخصنا قاعات سينما القرب، خصنا فعلا اننا نقننوا هذه المهنه ونعطيوها القوه ديالها، لانه باش يمكننا نخلقوا رواج سينمائي ورواج جماهيري على مستوى الفيلم السينمائي، والناس تبدا تشوف فيلم سينمائي، خصنا نعطيوهم الاماكن ديالها. والاماكن اللي كتشوفوا فيها الافلام هي صالات السينما، ماشي بالضروره يكونوا كبار، كيسمى بهذيك لي سال دو بروكسيميتي، كيكونوا صغار في الاحياء اللي كانوا شحال هادي، كنا 270 و300 في واحد الوقت في السبعينات والثمانينات، الان رجعنا ل 34 يعني هبطنا المستوى، كنا كنتفرجوا 50 مليون تذكره كتباع في العام، اليوم ما بقيناش كنتفرجوا حتى 300,000. بمعنى هذا اشكال كبير، هذا اشكال خصنا نفكروا فيه ونفكروا فيه بايجاب. الان مع هاد الظروف كلها زادت يعني تشبكات الاشياء ولات صعيبه، خصوصا في ظل الكورونا. كورونا اش بينات؟ بينات بان كاين هشاشه في القطاع، بينات بان اشكال كبير جدا على مستوى الصناعه السينمائيه، على مستوى الانتاجيه ديالها، على مستوى فتح القاعات السينمائيه. الان ما كاينش القاعات السينمائيه، وبالتالي يعني فعلا تقصنا بالشلل، يعني اصيبنا بالشلل، والشلل الكبير ديالنا اللي هو يطيحنا في واحد عدم الانجاب، عدم الانتاج، عدم خلق موارد رزق اخر. لانه خصنا نفكروا بانه السينما راها صناعه، راها مورد رزق للتقنيين، فنانين، الناس كيشتغلوا في مجالات مختلفه واللي تكون منتهيه قريبه للسينما. بمعنى اخر هاد الاشياء الايجابيه اللي خاصنا نفكروا فيها باش نخلقوا هذا الرواج ونحلوا المشاكل في ظل كورونا، لان وباء كورونا لحد الان مازال ما عرفناش الافاق. لحد الان مازال كنطالبوا الناس باش يتلقحوا، مازال كنطالبوا الناس باش انهم ايضا يحضروا راسهم الى اخره، ويديروا التيست باش يعرفوا راسهم واش مرض ولا ماشي مرض. هذه المسائل كلها مزيان، البروتوكول الصحي، ولكن البروتوكول الفني والادبي والشجاعه الفنيه والشجاعه السياسيه اللي غتخلق لنا من هذا المجال واحد المورد رزق حقيقي لهاد الفنانين وهاد التقنيين، هي اللي خاصنا ناخذوها وناخذوها بجد الان. نعم، في هذا الاطار كذلك انت كمخرج، ما غنشكلمك كممثل، لانك انت مشيتي في المراحل الاخرى الحمد لله، طورتي الامور، المعاناه ديال الفنان المغربي الشق الاول، وكذلك الاكراهات اللي كيعاني فيها، وطريقه انت كمخرج، هذه الجواب عندك انت، طريقه اختيار الفنانه، وانت كتعرف بانه القمه في المعاناه. الجواب ديال دريس، شوف كاين شقين مختلفين. باش كنتكلموا على المعاناه، هذه وضعيه خصنا نفكروا فيها بجد، خص الدوله تفكر فيها، وخص المسؤوليه تكون معروفه لدى القطاع اللي هو وصي على الفن والفنانين. بمعنى اخر خص تكون الوضعيه الاعتباريه، خاص يكون القانون الفنان وتكون فيه الاشياء الايجابيه فيه، ماشي فقط بطاقه، خاص تكون عندنا تكون لي زافونتاج على مستوى التضامن ديالهم، على مستوى ايضا التعاضديه، على مستويات جانبيه، على مستويات ايضا معيشيه، خاصها تكون هذه الاشياء، خاصها تكون، خاصنا نشوفوها، وتكون عندهم احقيه في سوق الشغل الى اخره. بمعنى انه اللي عنده البطاقه ماشي فقط عنده بطاقه باش يحطها في البورتفوي ديالو، خاصو عنده بطاقه باش يخدم، باش يشتغل. بمعنى ان هذه المسائل خاصها توضع لها قوانين وتحط بانه الا كنا قلنا 70 او 80 او 60 او 50% او 80% الى غير ذلك، خاصها توضع وتحترم هذه الشروط داخل اي عمل عمل، وبالتالي غادي يكون هناك مردوديه كبيره جدا على مستوى الناس الممثلين الفنانين، جميعنا غادي يكون عندنا قانون يحمينا. المرحله المساله الثانيه هي متعلقه بجوده وعلاقه الشخصيه بالممثل، هذا شق اخر. بمعنى انه فاش الاختيارات ديال الكاستين هي ما كتختارهاش بالعاطفه، خصك تختارها بطبيعه الحال وانت في الذهن ديالك وانت في العين ديالك وفي النظره ديالك انها توالم هذيك الشخصيه، لان الشخصيه عندها علاقه بحالات نفسيه، تركيبه دراميه، علاقه في تكوين شخصي، في علاقه بالشخصيات الاخرى، وعندها واحد الصيروره فنيه
ضروري تاخذ تتحمل مسؤوليتها آه. تكون صحيح فيها او غلط فيها آه. ولكن الاهم انها كتلزمك انك تكون وفي وتكون صريح وتكون حقيقي وتختارها بعنايه. هاد الاختيارتين بجوج ما خصهم يكونوا متوازيين. فين التوازن؟ اللي عنده الامكانيات الماديه والمعنويه باش يدير اون اوتر فورماسيون، لان لا فورماسيون موجوده، التعليم موجود، الورشات موجودين، خاص الناس تكون اكثر، وخاص المختصين يختاروا الفنانين الكبار واللي عندهم مواهب والممثلين والممثلات، باسكو عندنا نجوم، عندنا مواهب، وعندنا ناس مخضرمين، وعندنا رواد، هذو كلهم خصنا نتهلاو فيهم، وعندنا شباب اللي خصنا ايضا ناخذوا بيدهم ونعتنيوا بهم باش نعطيوهم ايضا امكانيه بروز المواهب ديالهم. نعم. طريقه في النظريه ديالك انت لمحاربه بعض السلوكيات لشيء ما كاين عندنا في المجتمع في اختيار شابات ممثلات لهم طموح. كاين الاستغلال الجنسي، كاين مجموعه من الامور، وانت على اطلاع كتسمع مثل هذا الكلام. كيفاش كيوجه السي ادريس الكلام لهاد الناس اللي في محط صنع قرار، سواء للمنتج ولا المخرج؟ انا هضرت راه جاوبت بانه قلت لك الاختيارات كتكون اولا مستنبته وعندها طبيعه فنيه محضه. راه جاوبتيني كاطار تنظيمي محض في عالم الاخراج والفن، انا نهضر معايا في واقع المجتمع، مجموعه من الفنانات اكراهات وشتيهم خرجوا في مواقع التواصل الاجتماعي كتقول لك دابا الا بغيتي تدخل الفيلم خصك تمشي للفراش، هذا كلام ما يشاع وحنا جريئين في الكلام، كيفاش كيشوفوا السيديس بحكم التجربه ديالو؟ انت جريء او ماشي جريء، الجراه ماشي هي الكلام، الجراه هو اتخاذ بعضها وتحمل المسؤوليه في الكلام. الجراه الان اعتقد عندما نتحدث عن اختيارات فهي اختيارات. انا كنختار تنقول لك ان الاختيارات خاصها تكون اختيارات عندها علاقه بما هو فني، بما هو تقني، بما هو ابداعي، بما هو احساس بمسؤوليه ملقاه على عاتقك. المسائل الاخرى لان يمكن يكون نسمع او ما نسمع ماشي هذا هو، انا ما يمكنش نكون حكم، انا ماشي قاضي وماشي وما ندخلش في شؤون، ربما انا غنكون غير فضولي. علاش؟ لأن كل واحد يتحمل مسؤولية اختياراته، كل واحد فينا، أنت تتحمل مسؤولية اختياراتك، أنا كنتحمل مسؤولية اختياراتي. اختياراتي الآن جاية من أصول فنية ذات علاقة بما أبدع، بما أنتجه من شخصيات، بما أصوره من أعمال وأفلام. هذه الأشياء كلها كنديرها وأنا مقتنع بها ومآمن بها. الناس اللي كنختار كنختارهم على المواهب ديالهم، فاش كنختار منافسته كنختارها على أنها موهبة دنيا، لأنها موهبة. إلا خصنا ندير تجدين موهبة، عزيز حطاب موهبة وعنده طاقة، يعني كنختار الممثلين والممثلات. أنا كنهضر على الإبداع، كنهضرش على شيء آخر، لأنه في كل الحالات عندما نتحدث عن الإبداع ننسى الأشياء الأخرى. أنا أعتقد بأنني أنساها وكنقول أن الناس خصهم المفروض عليك أستاذ إدريس أنك كذلك أنك تحارب مثل هذه السلوكيات، وكذلك لأن القسم ذاك الجسم كله كيتصاب. أنت في عالم الفن تعطي فيه، تتحدد مواقع النقص، فين كاين بعض الإشكاليات وتعطي فيها الرأي ديالك. أنا قلت رأيي خصني أختار بالإبداع. نعم. ما قلتش بشي شخص آخر. يعني المشكلة ما كتبرك على هذا الموضوع، ما فهمتش علاش. أولاً أنا كنقول لك كنختاروا بالإبداع، أنت كتقول لي خصك تعطي رأيي، أش غنعطي رأيي فاش؟ بعض السلوكيات لشيء ما في المجال كتكون ضعيفة. هضر مع الناس اللي دايرين ذوك السلوكيات. شخصياً أنا لا أعرفهم. أنا كنعرف حاجة واحدة، كنعرف بأنه الإبداع عنده واحد المسطرة فنية ديالو. كنختاروا الفنان لانه فنان، ما كنختاروش لانه بوطري، وما كنختاروش بالفيزيك ديالو. كنختار واخا الفيزيك مهم جدا لانه سيت ان بروفايل مهم جدا للشخصيه، ولكن ما اختاروش لتبعيات معينه واغراض معينه. كاين اللي هو كيبيع راسو، كاين اللي كيتشرى. هاد الاشياء انا كنرفضها، ما كنبغيهاش وما عنديش علاقه بها. انا كنهضر معك على الاصل، انت كتهضر معايا على حاجه اخرى. كنهضر عليك المعدن الحقيقي، كنهضر معاك على اساس ادبيات معينه خاصها تكون، الباقي ما يمكنليش ندخل فيه لان كثرنا في هذا الموضوع وهو ماشي هو تنظن بانه هو ماشي وصل. باش نوضح لك، يعني انت كتعطيني كقاعده الاشتغال اللي بنيتيها من اساتذه كبار، من المعاد، من بزاف الاشياء، والتاريخ ديالك يشهد لك بهذا الامر، هذا ما فيش، ولكن لا يمكنني ان امرر مرور الكرام بعض الاكراهات الاخرى يعني من الفنان، يعني خصنا ندرجوها. علاش؟ لانه هذا الجسم كله فيه السي ادريس توا تيتقاس، ما غاديش يرضى على مثل هذه السلوكيات رغم انه بعيد على هذا الاطار. السؤال الاخير هو موضوع النقاش ديال بنات العساس، كيفاش كيشوفوا؟ مسلسل بنات العساس هو مسلسل مغربي في 100%،
فيه حتى مغربيات، فيه علاقه بالتيمات والمواضيع اللي متعلقه بالمجتمع ديالنا، بالمغربيات ديالنا، بالمشاكل والهموم اللي عايشينها حنا بالفئات المختلفه، سواء المراهقين المراهقات، الشباب الشابات، ايضا الازواج، ايضا المراه المغربيه وتفاعلها وتعاملها مع ما يحدث في المجتمع، كنظره الرجل لها، نظره الذكوريه، نظره الطبقيه، الطبقات المتعدده والمختلفه، المشاكل الاخرى في الادمان وما صاحبه، بمعنى مشاكل كثيره جدا. هذا المسلسل يتحدث عنا كاملين، يتحدث فينا ويحاكينا ويحكي عنا، وبالتالي فهو مرآة كيقولنا اش واقع في هذا المجتمع، لكن بطريقة فنية طبيعة الحال، بكتابة رصينة، بسيناريو محكم، بشخصيات قوية، بممثلين مؤهلين، بإنتاج له ما يؤهله لإنتاج عمل ضخم كهذا، وبنظرة تقربنا أكثر فأكثر، ماشي غير من الواقع، من نفسنا، لأن النفس في بعض الأحيان أنت كتعرف النفس أمارة بالسوء، فنفسنا إلى إحنا عرفنا كيفاش نصلحوا من دواتنا، غادي ننشروا المحبة والخير للجميع. إلى بدينا منا إلى انطلقنا منا كنوصلوا النتيجة الإيجابية للآخر. أهم شيء أعتقد بالنسبة للشباب أيضا هو أنه بغيت نقول لهم بأنه المفاتيح موجودة ولكن ما معطيها لكمش، خصهم يقلبوا عليها، والمفاتيح كثيرة ولكن خاصهم يختاروا المفتاح اللي غادي يقدر يحل لهم الباب اللي غيوصل لهم داكشي اللي كيبغيهم. الحلم مزيان، الحلم مهم جدا، كل ما حلمنا أكثر نكونوا في الحقيقة عندنا طموح باش نوصلوا، ولكن الحلم ديالنا خاصو يكون عنده أيضا مورد وطريق ووسيلة وجسر للوصول لداكشي اللي كنبغيو. بمعنى اخر خاصنا بزاف ديال العمل، بزاف ديال الشغل، بزاف ديال الصبر، بزاف ديال المعاناه. ماشي مشكل الناس غيقول لك واش حنا كنعانيو ولاش غنعانيو، مهمه المعاناه لان هي اللي كتسقلك، هي اللي كتعطيك هذيك الشحنه. الوقيده راك تشعل عاد تحكى وعاد تشعل العافيه، البريكي لا ميم شوز، اي حاجه ضو براسو، اي حاجه خاصنا نديرو لاكسيون، البدايه ديالها. الدروج خاصنا نطلعوهم، ما خصناش نقزو. الى حتى لاسانسور كيقول لك بغيت نطلع على لاسانسور، خصك تحلو الباب وتدخل، عاد دخل لاسانسور باش تطلع. بمعنى انه خاص دائما ما يسمى باكسيون عاد لرياكسيون، خاص الحركه ديالك تبدا وانت اللي غتبداها. انت ما يمكنش شي حد اخر يبداها ببلاصتك، وتحمل مسؤوليتك، تحليتك في الاختيار، تحليتك في الخطا، تحليتك ايضا في الفشل وفي النجاح. غادي تنجح الا تحملتي جميع هادشي هذا وقبلتي بالاخر. الاخر مهم، الاخر اللي هو الاخر بافكاره وبتغيراته وبتحويلاته وبناس ديالو كلهم، دوك الانشغالات مهمه جدا. في نهايه المطاف بغيت نقول لهم بانه واش هادشي ممكن؟ ممكن، ممكن توصل، ممكن تحقق داكشي اللي بغيتي، ممكن تنجح. النجاح راه كاين ولكن راهين بك. سي دريس الحديث معك شيق رغم ان الوقت ضيق. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا دريس مخرج بدا المسار ديالو مجموعه من المراحل، وكانت مراحل في الاول بطيئه ولكن يؤمن بالوصول، له طموح، له نصح للشباب، يؤمن بطبيعة الحال أن هذا المجال الفني ليس بالأمر الهين، ولكن يجب على كل شاب ذكرا أو أنثى الصبر والتتبع حتى يصل إلى مبتغاه. مشاهدينا الكرام الحديث مع أستاذ كان شيق، وغادي نتناولوا معاه مواضيع أخرى في المستقبل في كل ما يتعلق بعالم الفن. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.